لو قال قائل تلك الساعات كيف تضبط؟ طلوع الشمس يعني الذي هو الإشراق يختلف باختلاف الفصول، فأعطيك طريقة، وتلك الطريقة تفهم بهذا المثال: تجمع الساعات المعروفة لدينا من الإشراق إلى الزوال، ثم تقسم هذه الساعات على خمسة، الناتج هو مقدار كل ساعة. المثال: تصور لو أن الإشراق، هذا كمثال ولكن قد يختلف من فصل إلى آخر، تصور لو أن الإشراق يبدأ من الساعة السادسة وزوال الشمس الذي يؤذن له لصلاة الظهر الساعة الثانية عشرة، المجموع ست ساعات، ست ساعات لو قسمت على خمس ساعات الناتج ساعة وربع وما حولها. إذن الساعة الأولى على مثالنا تكون بدايتها من الساعة السادسة صباحاً بعد الإشراق إلى الساعة السابعة والربع، بعدها تبدأ الساعة الثانية ولتحسب ساعة وربع وهلم جرا، وهذا يختلف باختلاف الإشراق، فقد يكون في الساعة، فقد يكون في الساعة الخامسة أو في الساعة الرابعة. وبالتالي فإن على المسلم أن يحرص على التبكير. وللأسف نجد أن بعضا من الناس أحيانا لا يأتي إلا بعد الفراغ من الخطبة أو في ثنايا خطبة الخطيب، فنسأل الله للجميع التوفيق والسداد والإعانة على الخير.